كيف لا ترجو الله وهو أرحم بك من رحمة الأمة؟ في شهر رضيع وقلناها بكده في درس كما في الحديث اللي رواه البخاري، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في أحد الغزوات، بعد ما الغزو خلصت جات امرأة كده من السبي بتبحث عن طفلها الرضيع، فوجدته فألقمته ثديها وقعدت تبكي، فدموعها نزلت على خد الطفل، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك الدموع وقال صلى الله عليه وسلم: أترون هذه الأم ملقية ولدها في النار؟ معقول الأم اللي بالحنان ده كله ممكن ترمي طفلها الصغير ده في النار؟ قالوا له: لا يا رسول الله، مش ممكن طبعا، ودي إجابة أي حد في الدنيا يعني، لا يا رسول الله. فقال: والله والله، والنبي صلى الله عليه وسلم مش محتاج أنه يحلف، قال: والله لله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. يا سلام، شوف التقريب الأفهام، وإلا فلا طبعا يعني لا تشابه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.